مساء الفل. هو انا مكتوب عليا يا سيف افضل حط ايدي على خدي كده مستنياك كل يوم؟ يا فطومه لو مش هتستنيني طبعا هتستني مين؟ طب يا قلب فطومه كنت فين يا سيف؟ كنت في الورشه. انا لسه جايه من هناك وانت ما كنتش في الورشه. حضرتك سايب شغلك وحالك وسرح ورا بيت الرقاصه. وفيها يا ماما، انا ما باجيش على شغلي وانت عارفه كده كويس، وما اظنش انك عمرك شفتيني بقصر في حق شغلي. ابنك الحمد لله راجل وشغال بدراعي من وانا عندي 10 سنين. فاكره يا ماما؟ فاكره لما جيت قلت لك انا هأجر ورشه واشغلها بنفسي بدل ما انا داير في ورش الناس؟ وقعدتي تقولي لي هتجيب ايجارها منين وهتشغلها لوحدك ازاي وانت لسه صغير كده؟ والحمد لله ربنا كرم والورشه اشتغلت ودارت وجابت في ديلها بيت وعز وكرم من رب العالمين. وكله بفضل دعواتك يا ست الناس. بس انا اخد منك على خاطري اول لما تقولي لي ان انا مقصر في حق شغلي. انا ما قلتش كده يا سيف، انا قلت انك سارح ورا بنت الرقاصه. لا يا ماما، قلتي سايب شغلك وسارح ورا بنت الرقاصه. طب خلاص قلت يا سيف، هتحاسبني يا واد ولا ايه؟ ما اقدرش. بس هقول لك يا ماما تاني كلام يزعل. هو انت يا ماما عمرك ما قعدتي بينك وبين نفسك كده وسالتيها هو انا ابني سيف ده مصاحب بنت رقاصه ليه؟ ما هو انا لو عليا يا حبيبتي صاحب بنت سفير، بس مش من توبي. ما هو كل واحد بيختار اللي من توبه، ودي الوحيده اللي مش هتسالني فين ابوك. هو مين يا ماما هيرضى بواحد ملوش اب غير بنت عزيزه الطري؟ مين اللي هترضى بواحد امه مش راضيه تعرفه مين ابوه؟ طب ايه ده؟ ايه ده يا سيف عشان خاطري؟ ايه ده؟ حقك عليا. ليه يا ماما مصره مخواري في الجرح؟ ماليش غيرك يطبطب عليا. حقك عليا يا حبيبي. تريحيني يا ماما، ريحيني والنبي قولي لي مين ابوه. برضه ماشي.